ريحة الدوار. ريحة الدوار اليوم كحط الرحال ديالو بدوار الحرارته نواحي أنغا إقليم الصويرة. الوليدة سمك الله دريس. نعمت دريس. دريس إيش؟ بالمنير بن حمد المنير. أنغا دوارية المنير. أية المنير. أية المنير. وين القبيلة الكبيرة هي الحرارته؟ هي دابا هي الحرارته. ولا حنا عندنا أية دوارية حمد. أية حامد. أية حامد. ها بدريس. منين جات هذه الكلمة ديال الحرارته؟ حرارته مثلنا وحنا كندخلوا في المصرع وكتحرت لنا الرحى وكنقولوا لها حرت تعاونا تنفوتوا. حرتت هي حرنت. حرنت. هي وقفت. وقفت. ما بقاتش باغا تزيد. ما بقات تزيد. حرتت. حرتت. تعالوا قومونا. لا تعالوا عاونونا. إلا خطاك بنادم ما تقضي تغارة. تقضي تغارة. وا. هي حرتت. حرتت. سي محمد علاش سماهم الحرارة؟ سماهم الحرارة ملي كنمشيو لتلمس. زين. كانت يلعبوا الدراري وداك الشيء وكيجمعوا الكرة في الواد وكيهزوا الدراري الاخرين كيلوحوهم في الماء حيدوا حيدوا الكرد ويخلوا بحال على الرمله لا وحده لا كيبقى داك الكرد هكاك ويطيحوا فوقه ويطيحوا على الماء على برا الواد دايز تيلوحوهم في الماء شكون اللي يلوحهم هادو ولا ديال هادو اللي كيلوحوهم هادو ديالكم اللي كيلوحو هادوك يلوحو الناس ديال تلمس كيقول الحرارته واعره الحرارته الحرارته واعره حيت كيحرتو في الواد حرتو تيقول تحرات تيقول لهم هاد الحرارته واعره وانتما كنتو تمشيو قلتي لي حفيالي كنمشيو حفيالي ونفوتو في الغينا ودد في حتى السيد والبلاغي ذي هزوم الأخرين محمد وقتاش تما كتمشيو لسيدي عبد الجليل كنمشيو واحد النوبة في العام وقتاش واش تما مع الدور لا بلا دور كنمشيو حنا بلا دور شمن وقت كتمشيو كنمشيو في العشية ديال نهار الاثنين وين هي شمن وقت الربيع في السمعيم لا 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 طايح سميتو تتجهزو تنلبسوا فياش تتجمعوا فياش تنجمعوا فياش رجال شمن وقت شهر 8 شهر 8 اي عاد تمشيو لتم عاد نمشيو لتلمس قلت لي كتحطوا بلاغيكم في الفيلاج تنحطوا البلاغي ديالنا في هذاك الفيلاج الى قربتي تلمس تما كنفوتوها وتمشيو على رجليكم ونمشيو حفيانين حفيانين كاين اللي كيهز بلغته وكاين اللي كيفوتها كاع حتى يجيبوها الاخرين حتى كتهزها ولا كتمشي حفيان من هنا كاع كنمشيو حفيان حتى يذبحوا ها حتى يذبحوا وانت انت حتى انا حتى حفيان انا كنهز بلغتي ونمشي معاهم ما تنفوتها انا كنهزها هزها تحطها وكاع ايه ها ايه وإلا بغيتي تصفق فين بيت نصفق لا جا شي رش ما كان ما يجي حتى واحد بقات في الدس تقول يجي شي واحد واخا سالي دبحوا يديروا الدعاء واخا الذبيحه شكون يديها؟ حنا اللي كندوها من هنا من هناغا من تنشروها في السوق وندوها واش نقا ناقا باك تنشرو بقرا ولا عجل ولا اللي قدنا داكشي اللي جمعنا كنشرو فيه ديروا الذبيحه تما تنذبحوها وتبقاو تتعرقوها تكملوها عاد تجيو كملوها هما ثلاث ايام ولا اربع ايام معاهم نتوما احنا معاهم هما داكشي تيقسموا بيناتهم يديروا فيه العرار ويدوا لديرهم نتوما ما تاكلوش معاهم تناكلو معاهم نيت تيجيبوا لنا ديك الماكله تما كيضايفوكم ايه كاين شي دعاء كاين عطا الله الخير ما خاص والو لا عندنا شي دعاء كاينش ايه كيديروا الدعاء بيناتهم دائما كيدعوا معاكم ايه ها ايه كتجيبوا البركه من تم والبركه تاع الله يلا يلا ها وبلاغيكم كيبقاو تم ولا لا لا علاش نخلوهم اذا خلينا بلاغينا هي ما عندنا العقل وانا نسحبكم جيتوا حفيانين ترجعوا حفيانين ولا غا حنا طالبين تسليم الى دخلنا كندخلوا بالتسليم ولا بدا ولا بدا داكشي من العام العام هادشي من البداد للجداد اي الوصول ديالنا عقلناهم على هكاك الوالدين لقيتوهم اي الوالد واش باقي عاقل على العرس ديالك انت عاقل عليه ها اي شكون جوجك باك ولا امك با امي بجوج اي ومنين جابوا هاد المراه
من الفاميلا ديالي. من دلومك؟ اي من الفاميلا ديالنا بنت خالي. وكنتي حاط عينك تصاوب ولا كيفاش نتصاوب؟ زعما كنتي حاضي؟ هذا ما حاضيش بصح ميت. ايوا مزيان حدي شغلك اصاحبي. العرام، العرام شحال عطيتو؟ العرام ديالاش ديال العرش صداق صداق ديك الساعة درنا 4000 ريال. شحال؟ 4000. غليتي يا صاحبي. ولا عطا الله هو هذاك. كاين الغلا، كاين الغلا. ياك بعدا ما عملوكش؟ لا. ها؟ لا ولا ما مشات في خلا؟ لا رحمة سيدي ربي. الله عمر هذا. اه واش واش جابت معاها؟ جابت معاها حوايج. اش؟ هاكا جابت لك واش جابت تشاكت وجابت النقلة، جابت النقلة ديالها وجابت كل شيء. ما جابش معاه المزود؟ لا. تاش ديتي ليهم؟ ديت لهم خنشة دقيق. خنشة ديال الدقيق؟ وحاولي. حاولي زيد؟ ايه. وعطيتهم سيدي 40000. وحلقتي معاهم؟ وحلقت معاهم. عيط فاميلتك؟ وي بنت خالي. بنت خالي. كون ما كانوش من دلومك ترعب. ما نعطيهم والو. ولا بدات ترعب. رجع بخير. واخا فين العريس فين يعوم؟ وكان اللي كيمشي للجامع وقعد الناس القدام. كيولي يصلي على هذاك النهار. والله على واش يصلي ولا ما يصلي. وانت صليتي ولا بقيتي بلاش؟ لا ما تنصلي. هي ما عمتيش؟ عمت. ها علاش ما عمت؟ هاكا واخا. شكون اللي يمشي معاه؟ كيمشي مع العري سميت الوزير ديالو. شكون اللي كان وزيرك انت؟ مات واحد الله يرحمه مسكين. مات كمل؟ مشى كمل. وانت باقي ما غاتكمل؟ غادي نلحق ليه ان شاء الله. يمتاسي وقت ما كتب الله. وقت ما كتب الله وشي كولي تاعت رمش واش غندير؟ سمعتي يا صاحبي؟ لا ولا وخمت انا خليت رجله. ها؟ وخمت انا خليت رجله. هادي مزيانه كاين لمتي خليت رجله. العيبيه تخلي على الرعاوين. وي ها؟ إذا خليت الرعاوين مصيبة. الدعوة فيك وفي الوالدي. على الله. سيبة صحيح. وعلى. واخا نهار العرس. مالو؟ كتبان قدام الوالدي. على ما كان بان. ما تبانش. علاش ما نبان؟ وزعما ما حشمتيش. على أنا سارق. لا. سريعة. أنت ما أنت بقيتي. إي. وكاين اللي كيتسل. كاين اللي يتسل. انت ما كتسلش؟ لا ما تسلش. الله يرضي عليك. عندك الوجيه تاع انا كان انا كاع اللي كنقوم العرس. ما تحشمش توالو؟ لا ما حشمت انا. بصح علاش اني نحشم؟ وتجوزني ندير نحشم؟ لا ما تحشمش. واخا وكاينين اللي كيحشموا؟ كاين اللي كيحشم. علاش؟ وما تعرف مع راسو. كاين اللي حشم في والديه، كاين اللي حشم ما با يشوفوا حتى واحد كاع اللي مزوج. واخا بكري كانت كانت الحكمه. كانت الحشمه. واه دابا لا دابا عري راسك. بصح نيت وهز سميتو فوق راسك انت وياها بجوج العروس والعريس. على من عرضتوا الوالد هذاك النهار؟ القبيله كامله. بصح نيت على هلا وتقدرت ومقومين معناها ما مقومين. اش ذبحتوا؟ ذبحنا عجله. عجله زيد. شكون العراده كي ديروا لي العراده؟ حنا كنمشيو 20 واحد 30 واحد كنمشيو نتلموا زيد اللي لقينا كنقول له جي عندنا في العشيه. نهار بنهارو؟ لا نهار اسميتو السوق. لا نهار اللي عنده هذه الطبق. نهار الغرامه. نهار الغرامه. كتقول لهم تعالوا خلصوا. اييه وهذاك هو القوالب. هذاك هو القلب. دابا كتقول لهم اجيو الطبق. اييه والطبق هو النحيله. هي الغرامه تقول لي انتم النحيله. اي نحيله. شحال صورتي هذاك النهار؟ والله عالم شحال صورت انا ما تليت عقلت. كنتي ديخ هذاك النهار؟ ديخ. ها؟ اي ما عندي العقل. عندك تكون ديخ بالماء الحمر. لا الا ما كنعرفو كاع انا. بصح نيت والله ما عرفتو. ويني كتاكلو عنب؟ كناكلو عنب الا معصور. لا المحلوبه حليب ومعصور. والله هذا الله هو هذا. واخا مني زاد عندك الدري؟ اختانا كي درتي ليها؟
كيفاش الخسر؟ من زاد عندك ولدك؟ إيه درنا ليه السبوع. ويني بكري؟ بكري. كانوا ينسوهم؟ لا لا درنا السبوع. ذبحنا ذبيحة. تلموا عنا شي وحدين. دوزنا ذاك النهار الله يجعل البركة. مني كنتي انت صغير كانوا الدراري بعدي يقولوا لهم راه الحجام جاي هربوا. كيهربوا. انت ما هربتيش؟ ماني نهرب. انا كبير. بصح نيت. الله يرحم الوالدين. ما تخافش. تالو. تا واقيلا تا هو الحجام. واخا. الله ما هربت لهم بالله. ما هربتيش؟ ماني نهرب. عيقبي. ماني انا نهرب. على ما شفت الاخرين. ما خفتيش؟ لا. ايوا زيد. علاش نخاف؟ اش دار العاده شناهي؟ العاده اش يديروا؟ العاده كيجيبوا الحجام. زيد. وكيحطوا دوك الزلايف ديال سميتو. ديال الحريره. لا غير الزلايف ديال الحنه. ديال الحنه؟ ايه. قلت انا تعرق حريره قبل مع حر ديال المقاس دير لهم حريره. لا لا لا. كاين اللي كيديرها الولي؟ على ما كاين اللي بيديرها. مع الحر. على لا. حر ديال المقص. وعلي السلام. وشحال من واحد دار هي على واش واش يطرى الحجام بعد يولي قدام؟ واش ما يطرى ليه هو الحجام راه كيدير الزيف على على رجليه. لا عودي. لا عودي يخسر ليه حوايجه ولا شحال على لا واه. خايبه القضيه بنادم يخليه تيكبر. وهذاك الشيء خلاص ها. وعاد الحال. واش هما كانوا ينساوه؟ كينساوه. ولا ما عندهم باش يديروا العرس. ها ولا القوام ما كاينش. ما كاين باش يقوموا العرس. الفقر. ايه. الزنينه صحيح. وعلى هلا. خايبه الزنين. واه. ياك. لا هذاك عام حرود الله يحفظ. كيفاش؟ عام حرود اش بتعطيهم؟ عام حرود. عام حرود وفرينه وداك الشيء. ناري ناري ناري. البون. انا ريا موي. اش بتعطي للناس؟ ما كاين ما تعطي للناس. عندك ما تلقيهم ما تصحيح. الوليد شكون الناس اللي دازوا عندكم كره مهنه؟ كره ما عطى الله الخير ما خاصين. شكون؟ ما عطى الله رحمه وما دوك الناس. واش بغيتي نلحق عليهم انا دابا لتم؟ نلحق ولا بقى. كره ما سيدي عندنا واحد هو كريم مات المخدم ديالنا مولود. مولود؟ مولود. ما كاينه الماكله. ما ياكل هو مسكين كيعيط للناس وكيطيب داك الشيء. كيجلس ياكلوه الناس وتيضحك هو. هو يضحك ويعرق ديال القبيله ويعرقوها هو يضحك. يعرقوها ويضحك ما ياكلوه هو. ما يقدروش يديروا هادو ديال هاد الوقت. لا هما ياكلوه هو يندب. صافي صافي طلع هادو ديال دو. بو ادريس شكون اللي دوز عندكم صحه كثيره؟ هذاك اللي قلت لك الحاج محمد ولد الشاب كان لاباس عليه وكان رئيس تاع القبيله كاع وبعد كيطحنوا زيتون زيتون كثير عنده وكدير الجعبه من المعصره للدار كتعمر فيها تاع الزيت وهذيك الرحابه هذيك توقف ليهم الرحا تحرت ليهم كيقول جيب كلم خلي ما يتكلف واخا يكون الناس ينوضوه يجي غير بوحدو يدخل تحت لنا يضرب اربعه دورات خمسه يقول لها تبعوا هضروا ها وحدو ها وحدو مهمتي اي وانت بدريت ما تقدرش دير انت لا لا ندير كثر هذه الساعه كنت كثر انت صحيح وانت صح نيت والمعصا صوبت انا هذا كان كنا كنهضروا نحاول اسمو في وجهي ديال هذا الشاش تاع الحجره هو هذا انت دوزتي صحه كثيره وقباحه كثيره وقباحه اييه راه باقا في عينيك لدرك لا لا مشينا صيدنا حنا وياه في الصويره هنا نوض لنا واحد الحلوف موصل الغابه ونادو هو بحداه الله يرحمه مسكين غادي يقعد معاه ينقز ركب عليه وبقى هكا كيضرب به ديك الحديده هكا في كتافه واش يضرب تتنات الحديده ونقز بانه خلاها زاد مع الغابه. انا راه نديرها الوالد. لا دير خلع شتك كما درتها انا. عرفتي كون كنت معاك ابو ادريس. والله ما قلت علاش هذيك الساعه. كون انا نقزت واحد الحيط وهربت. الا قطع هكاك. صافي ابو ادريس كيفاش قلتي لي جاتو كنا بالفا والفا. كتخرج نوبه في العام. ما يدوها يهود. يدوها نصارى. كيدوها اسلام. اخوك في الاسلام. اخوك في الاسلام. وهي باديه بالفا. باديه بالفا. شنو هي بو ادريس هذه اللي باديه بالفا؟ فترة. الفترة. الفترة. انت كتخرجها؟ اييه. بصح نيت. والله. انا كنت صعب كتخرجها عيني. لا وهي كنخرجها هي ونخرجها نخرج فيك انت لا كنت صحيح. أمي انتي.
كيفاش قلتي لي يا ابو ادريس حاجيتك على القاف؟ قافله حلاف امه كيبقى حلو ديما وخيبو بتبسيمه. حاجيتك على القاف والقاف حال فمو ديما ويلا ضحك مخيبو بتبسيمه. القاف هو القبر. اناري إيه؟ انا ما تمشي لي ما غاديش لي انت اسبقني تبليه ما غادي اللي بدي ديك معايا اسبقني غتلقى بيت اليوم بيت اليوم انا ايه كيفاش قلتي لي يا ابو ادريس حاجيتك على الباع والباع عنده ست اولاد كبار وهم في الجنه وهو في النار هما في الجنه وهو في النار ويني ولاد هادو انا سهل الدين ولاد رعاوين غدير ولاد تلقاهم تاع العيبات الله هما معز صعيب عاد حاجيتك على الباء والباء عنده ست اولاد كبار هما في الجنه وهو في النار ويني ترعواني واش واقيلا عرفتهم ما همش الكيسان هادو البراد مو البراد نسمو هادو ويني راك براردي دتا طيح ماتاي كيفاش قلتي لي يا با ادريس عروستنا زينه ومحلاها وكل من لبست واتها وجاها شي ضر في راسها وداها اناري اي غطي راسك يا غطي راسك غطي راسك راه الشوم الشوم ديال با ادريس الوقيده جاتها الوقيده ديال الوقيده هي الضر الوقيده ضرها واقيله هي الشمعه لا ما عرفت هي مسكينه الشمعه نقية وبيضاء وزينة رحمة سيدي ربي ولكن ما تعطت عليها تعطت عليها القيدة أنا شفتها مشات عروستنا زينة محلاها وكل ما لبست واتها جاها ضر في راسها وداها هي الشمعة با محمد نعم وابا محمد نعم ترقدتيه لا واش ما لقيت والو كيفاش قلتي لي قبيلة درت في الدار ولقيتها بلا باب درت في الدار ولقيتها بلا باب ودخلت لها طلست منها وخرجت بلا باب واش تمسطي ولا شتا خرجت انا منها بلا باب بلاتي يا محمد درتي بيها وما لقيتيش ليها الباب ودخلتي لي منين دخلتي دخلت بلا باب ومنين دخلتي اللي قلت لك منين دخلتي واش باغي تسطيني ولا شنو خديتك والو وايلي وقوال بيت انت محمد دخلت لها بلا دخلت لها يا محمد نعم واش انت باغي تسطيني ولا شنو؟ باش بغيت نسطيك وقلتي لي ما عندهاش باب كي درتي دخلت؟ ما عندها باب دخلت لها بلا باب وخرجت منها بلا باب وبلاتي الله يرحم الوالدين عاب شويه علينا رانا دايخ بشويه قلتي دار درتي بيها وما لقيتي ليها باب ودخلتي ليها وخرجتي بلا باب ايه لك شي اللي كاين ها العار لما شوف كي دير لي راه نعد دخول بهيم هي المرا شناهي المري والله لا بصح دخل ليه بلا باب هذا انت ما كتشوف فيه والله لا والله لا دخلتي بلا باب بحال التلفازه وخرجتي بلا باب بصح نيت هذه ما كاينه وينك تمكرط وجهك بعدا مكرط انا وجهي وبين راسي با ادريس كيفاش قلتي لي الا مات صاحبك ما تعزف ولادو علاش لا ما تعرفوا نقول لك هذا مرقاق كيفاش مرقاق نقول لك هذا عند صاحب الوالد كيبرقق ديما ما بقى لي قلت حاجه لا طلق الزمر يهود مع الوالد وعلاش زعما غادي يقول لك هذا كيسلي با شي حاجه اللهم نكروه لا ما نكروه ما نعرفوه كاع بصح نيت صاحبي ايه وكيفاش مسكين هذاك لي مات لي صاحبو مشات له قادير باش يعزي فيه هذاك كان صاحبو زيد ما يتفرقوش ما كان صاحبو بزاف ماشي غير هو 100 والف بحالو كان شي واحد قلت لي مشى دق تاع هي اييه خرجت لي المراه قالت لي قال لها الله يعطيكم الصبر السيد قال لها تواضعت معاه خرجت سدت الباب هودوا مع دوك مع الخاوي تما بكات تاعي وجا لدارهم بات فوق الصنادق وفي بات طلع ما قادر يدو الحبس كون باقي الراجل كون بات مسكين سخون وانت يبرعوا ويخسر عليه ريحة الدوار بدريس كيفاش القضية ديال هذاك اللي كان خدام على باهو ويناه كان خدام عليهم وكيعاونهم الله فيهم الله فيهم زيد وقال الراجل نهزو الظرفة قال عاد خصنا نزوجوه باش يبقى معاونا النهار زوجوه زوجوه
أطعم بالفوز يربي مشى المرتب نهار ضرب. نهار جوجو حرت حرت قال فيصل بيدوس صافي ما بقى والو مشى هذاك الشكا على صاحبه قال لي كيف بقى لك انت قال لي زوجنا الدري قال لي درتي انت بحالنا جات ثلاث في الغابه ولقى الدي بتاعي وكيدخل بها من الغابه قال جاب الله الزردف نتبرعوا لها الليله وبقى بشهور تبعها وهي تقول لي قرب قرا في الجاي بجوج وهذه هي صالحه حداه وهو كيشوف فيها هي اللي طرات لهذا الراجل ومرته قول لي يا جوجو نعم سيدي كيفاش القضيه ديال السلطان الكحل والعسل والسلطان الكحل سيدي كان فاهم بلاصه تيقول لها السور ساكن فيها زي وكيدير الشمندر في لولاجي وكيسقي من اللي صيبت العسل الخدامه ديالو العساله ديالو قال لهم سيروا سقوا الشمندر شوفوه واش ما سرحش عليه النحل مشاو تيقلبوا قال له ودي النحل سارح على الشمندر قال لهم سيروا ضروا على الناس وعلموهم وراه جميع اللي لقينا عنده باقي النحل ميلوم الى راسو مشاو على الناس ضروا عليهم علموهم كل شيء حيدوا النحل الى سيدي محمد وعبد الله جوج الناس هذا سيدي محمد وعبد الله راه كتعرفوا الناس راه هو هادشي كنقول لك هادشي راه واقعي ماشي زعما شي حاجه ليا سيدي محمد وعبد الله هو اللي بقى عنده النحل اش دار النحل مسكين داروه في المطموره في الدار ديالو جلسوا شي ايامات قال لهم سيروا قلبوا الشمندر ياك ما سرح عليه النحل مشاو قلبوه قال له ودي باقي النحل سرح عليه قال لهم قلبوا عند مركين النحل مشاو كيسولوا كيدلاو قال له ودي راه ما قال لنا والو قال لهم تبعوا النحل سيروا تبعوا النحل فين غيبيت غادي يروح تبعوا النحل بقوا تابعينه تدخل الدار ديال سيد محمد عبد الله دخل ليها رجعوا قال لها ودي النحل كيدخل الدار ديال فلان قال لهم جيبوه ليا قال لها قال لهم جيبوه دوزوا للحبس جابوه دوزوا مات يومين وثلاث ايام وهو شادينو عنده واحد تزدان صغيرة في الليل وهي تجي واحد اللفعة ولا هي شي ولا شي هي وتكلم عليها تكلمات عليك تزانت بنت ودايره بها مشاو ليه قالوا لها ودي راه هاد الشيء هذا التزانت هادي راه واقع عليها قال لهم سيروا قلبوا ما تخلوش شي عيسى يمشي كنت ما تجيبوه ما تخلوش شي حد المجد تو يحيد هاد الشيء هاد التزانت هادي ودرا غادي اش غندير لكم مشاو ما خلاو فيه مشاو والو ما كاينش بحيد عليه قال له ودي راه كامل الدنيا درسناها ما كاينش بحيد داك الشيء على هذيك التزانت باقينا واحد قال لهم شكون هو اللي باقي قال له ودي ذاك جناه هاد اللي ما دخلناه في الطريق للحبس قال لهم سيروا جيبوه ليا سيروا خرجوه جيبوه ليا مشاو ليه خرجوه فاش جايبينو ليه هو قاعد هو في المراح ديالو تحت واحد الشجره واش ليمونه ولا الله اعلم قاعد تحت منها حتى جابوه لعندو يلا طلع عندو باكوازو قاعد حداه قال ليه عندنا واحد تزنت هادي بدا تشوفها هي قال لي هي نشوفها مشى معاه دار فيها هكا شافها قلت حيدها عليها رجعوا هي لديك الشجره قلت حيدها عليها قال لي هي نحيدها عليها قال لي طلب شحال بغيتي هو يهز هذاك العكاز ديالو هكا هو سيد محمد عبد الله وهو يدير ديك الشجره هكا حركها بهذاك العكاز وهو يطيح داك الورق ديالها طاح لويز وهو يقول للسلطان هز انت شحال بغيتي طاح لويز من ديك الشجره قال لها تخلع منه قال لها شحال بغيتي قال لها ودي لا نخصك بكليه
قال لي بشرط غادي نفكها لك ولكني على شرط. اما هو قال لي اما هو قال لي ما تبات تخوي البلاد. قال لي هو عليها. قال لي راه ما تباتش مشى لديك تزنت وهو يدير الحجر بحال هكا وهو يقول لها دخلي ويد تجمع ويد دخلي مع حجره. قال لي اودي ما غاديش نبات. مشى تيجمع جمع كل شيء بيزيد بحياته وهو يتلفت هكا ويقول لها سيري هاد البلاد سيري هاد البلاد الله يعطيك هي الجرب. ويقول لي هو الجرب. قال لي الله يعطيك هي الجرب. ويقول لي هو غير بالصدر صدق فيها الصدر. ايه ما تدش ولا فيها استقد هذيك الارض بقى فيها غير الصدر وبقى فيها الدرك وهذيك الارض راه باقيه الان وسي محمد عبد الله دابا راه ما بقى فيها والو واسمو وكان فيه بلاصه السقي منين كيجي الماء منين يجي هذاك الماء ديال السقي ديال الشمندر ياسمو وديك الأضرة هذا باسمه. شوف هاد البركة كيفاش ديرة ديال الله تبارك وتعالى بقوقو. نعم سيدي كيفاش كيقولوا الناس رزق الديب في المكحلة. تيقولوا الناس رزق الديب في المكحلة. كيفاش هاد رزق الديب في المكحلة؟ هاد السيد هذا مول المكحلة كيف عنده هذا بها تنقولوا حنا برا هاد الديب غادي يصدق ياكل المكحلة ولكن رزق الديب في المكحلة. هاد السيد مول المكحلة باع المكحلة دياله باعها شرا بها الغلم جابها غلم الغلم كتجلات مشى لها الديب تياكل هاد الديب تيبقاو تيقولوا الناس رزق الديب في المكحله. رزق الديب في المكحله. رزق الديب في المكحله. شوف هي راه مكحله ولكن رجعت رزق الديب. بقوقو. نعم سيدي. كنسمعوا الخياله كيقولوا فرد. شنو هي فرد؟ فرد هي تيفرد واحد بوحده ويقدروا يكونوا جوج وجوج ومفردين زيد واش هما كيركبوا على الخيل مسنحه وبالبارود عامر ولا شنو؟ لا راكبين على الخيل مسنحه والبارود عامر ايه وتيفردوا جوج ويخرجوا اولا ثلاثه ومن اللي كان بين يمشوا كيتذكروا بيناتهم كيقول لي شكون اللي بيتلت علينا؟ كيفاش يتلت؟ شكون اللي بيتلت؟ حيت دابا كيتكلم البارود تيخرجوا جوج كيتبعهم الثالث هذيك هي شكون اللي بيتلت؟ وشكون اللي كان شان عندكم في التفراد؟ والتفراد كانوا فيه الناس دازوا من في الحقيقه دازوا الناس من هاد الحريرته كان مسعود الله يرحمه زي بالله معطي مولوع بالتفراد وكان المعلم الله يرحمه مولوع بالتفراد واني كيفاش شكون هذاك اللي كانت عنده شي مانيره مع القيد؟ هو مسعود. شنو دار مسعود؟ عمر العرس ديال القيد. ديال القيد في دار القيد. في دار القيد وكاينين الصرابي وكاينين القياد وكاين ناس والناس كتمشي المخازن يركب على الخيل وكتمشي مع الخيل للخيل. هو غابنت ليه اسمو فجوة. غابنت ليه فجوة هو طلع العود وخرج في الرد. هادوك تابعين نبغي يشدوه شوفوه هكا يتسناوه يضرب الضربة ويشدوه هو بلوك فاش خلط فاش ضرب الضربة قدام القايد القايد شداته الضحكة غطى فمو ويضحك جاو تبعوه بخيل هم بيشدوه قال ليهم لا خلوه مشي عجبو مسعود جابها ومقادها كل جاب الله كان دابا مخسرها ولا كادو عرفوا بينه هو مولوع بتفرد وكيفاش نهار فرد وسط الخدارة؟ في الخدارة معتاش كانت في المدينة وهي تدخل الخيال مع خضارة وهو مبلي بداك التفراد غابن كيه الفجوة وين هو داك العود فوسط الخضارة الناس كتشوف قال لك هي العافية كتشعل ديال الكياس ديال الأرض ديال القدرون العافية شعلة العافية شعلة مشات هو غير هو مشى تضرب الضربة هو شوف الله علم بينا وبيه إما راه ملي قالوا الله ترجع على سلامته إما راه لا ولا عود كون زلك كون خرج عند مالي الحريرة ديال باب دكوانة وكون خرج عند الثيانة من الهي كون راه باقي يقرا من الدور راه باقي ريحة الدوار كيفاش القضية ديال الخراط؟ هذه واحد الربعة مشات لواحد العرس زيد وكل ربعة بوحدها ونضت واحد الربعة بتنفص لحريرتها باغي يبانو ايه باغي يبانو داروا بزايد زعما الصرف واخا كانت الوقت رخيصه ديك الساعه شي عار شي حاجه وناض الخراط هي ربعته ها هي وي شوفوا هاد الناس راه باغي يبانو وما نخلو الدل حرارته اللي داروا ندبلوه
ولي ما عندي يقولها باش نساهم عليه تنخرجوا من هنا لا نتمسخوا حنا ولا حديدنا. اش قال ليه؟ قال لي لا نتمسخوا حنا ولا حديدنا. قال لي هزوا بينا الاعلام لا نتمسخوا حنا وحديدنا. بانوا هاد الوقيته وبانوا بالمعقول وقيته ديال العز. ايوا قال لهم عندكم لا نتمسخوا حنا ولا حديدنا صافي. الناس كتقلب على العز شريف. ايه ديما الا دليتي واحد الوقت لقيتيه مدلول. بقى ديما مدلول وتابعوا الدليل. كيفاش هذاك الكافر اللي قال غندخل لهاد القبيله نخرج بهم طري؟ اياس هذاك الكافر غادي قال غادي نخرج هاد اسمو هاد الناس غادي نخرجهم شي 40 ولا 50 الطريق. زين غادي هو يلقى واحد السارح بقى مجمع هو قال غنسبق هذا غادي نسبق هو الاول. قال لي نجرب فيه. زين بقى هو وياه يلاه مجمعين يلاه يحللوا وحرموا والدين في الدين ويدخلوا الدين شويه ويدخل معاه القران. دخل معاه القران قال لي يا سيدي انتم عندكم 30 حزب نقصا ولا نقصا؟ قال لي عندكم 30 30 قال لي صعيبه وصعيبه في الحفاظه نقصوا منها صافي كاين اللي كاين باش نحفظوها دغيا وكاينه فيها اللي كتشابه بحال هذه الصوره بحال هذه كاين اللي كتشابه اللهم نقصوا منها باش يجينا سهل الحفاظه وقلال الشغل ودخل الشغل وتسهل في الحفاظه زين هو الساحي حضر راسه بدا تيخمم. اش قال الاخر؟ قال الاخر هذا دخلنا للقباش. هذا خرج به الطريق. دخل القالب. دخلوا للقباش. زيد شويه. هو يبقى اسمه يقول لي قال لي السارع قول لي شحال عندك من ودن؟ قال لي جوج. قال لي شحال عندك من عين؟ قال لي جوج. قال لي شحال عندك من يد؟ قال لي جوج. قال لي شحال عندك من رجل؟ قال لي جوج. وقال لي وكيتشابهوا. قال لي وكيتشابهوا. قال لي منهم وحده وحده. وتهنا وخلي غير البزة قال لي مقنزة صافي خلي غير البزة خلي على الكرش خلي غير البزة قال لي ما يمكنش قال لي وتا هذيك ما يمكنش حصل بو قال لي تا هذيك ما يمكنش سب قال تم غادي هو قال وشوف هذا غير السارح واش دار لي وما ربي الا لقيت شي عالم ديالهم واش بيدير لي أغبر بحال المسمار في البلانش بقاش يدور تما قول لي عبد القادر نعم ما تكونش تا هو هذا الكافر لا راه أنا هو السارح تا هو السارح أنا هو السارح تعال قابل لي واحد البعيد في مخلات غنشوفها ليا وكيفاش بقى ديال العنب هذا واحد النصراني كان مصاحب هو واحد العربي زين مصاحب هو تيحط العنب تياكلوه وهذاك جاب العنب معصور هو يقول لي تاكلوا العنب كلا وقال لي نكب لك قال لي لا حرام علينا قال لي كيفاش حرام عليك العنب حلال والما ديالو حرام قال لي العجب هذا هذاك تيخمم ويديه داه ويجيب له مراته وجاب له بنته قال لي مال هذه حلال عليك وهذه حرام عليك ما دابا مراته حلال عليه وبنته حرام عليه اللي قال وعرت قال لي هذه اجيك قال لي مرتي قال لي هذه مرتي حلال عليه وبنته حرام عليه بحال الحرام بحال العنب بحال العنب نيت العنب كيدوخ هذاك المعصور تيدوخ وهذاك انت فايد ضيق واحد مره عمره كيفاش القضيه ديال الكاتري؟ الكاتري واحد تزوج واحد المراه رجاله زيد تزوج على رجاله وقت ما راجلها ما تيرضاش وهي وقت ما كتجلس تهضر معاه تقول لي دار المرحوم الله يرحمه قال المرحوم قال المرحوم دار المرحوم الله يرحمه دار المرحوم الله يرحمه وراجلها ما رضاش هو تا هو فايته في المراه اذا في المراه وين مرته كتقول لي المرحوم وما حملاش تقول لي على المرحوم هو ما كيذكرش مرته هاي هو هي كتذكر المرحوم هو مراعي ليها وين هي ما مراعياش هي ما مراعياش ليه زيد واحد نهار يتنعسي ويعس سدايا ويدفع طيحة ترست دعاته عند القاضي يا سيدي مشاو عند القاضي تحكموا اسمع لي هي القوة ديالها وسمع وسول الراجل قال لي كيفاش طيحتي هاد المرة من فوق السداري قال له ودي حنا راه عندنا الكاتري مضيق حنا مكروف وفيها انا ومرحومة الله يرحمها والمرحوم وهي ودفع المرحوم وهي طيحت ترست هي هادشي اللي كان هادشي اللي كان هادشي اللي كان عندنا الزحام في الكاتري ريحة الدوار قول لي على القادر نعم كيفاش القضية ديال البغال اي كنا في واحد السوق واحد الموسم وكنت سارنا واحد السيد دري صاحبي صديقي ديالي
وغادي نفرح فيك. ووقف واحد وضع حرام معنا لابس مزيان، وقف حدانا ويقول لي السلام عليكم. قال لي هذيك البغلاره بغيت انا باش ما قطع هذيك خينا بين يديها، وما بيديروا لي الكوينطه انا باش يدخلوني للفخ. ويعطيني واحد 50 درهم قال لي سيري لقطع عليك ب 140 ديها، ويعطيني واحد 50 درهم فيديه وانا نمشي عنده. قلت له شحال عطاك في هذه البغله؟ قال لي عطوني فيها 140. قلت له شحال شحال قلت لهم انت؟ قلت لهم 140 اللي فيه 140 اللي ربحوا. وانا نقول اتكلت على الله وانا ندير هذاك ال 1000 عطاني هذاك فيديو زيد. قلت له لا، قلت له اتكلت على الله خرج البغله، خرج البغله بيخلصها هذاك خينا اللي صيفطني. ويجي صاحبه قال لي ها والله يوم ما دخلت هيك البغله الا ديتيها البغله شاركها انا وياك بنتي انا وياك. قال لي لا راه دا هذا السيد. انا حتى ندور في راسي تزيرت انا. عاود ثاني خرجنا برا بيخلصها قال لي والله وما ديتيها لا ما شركت انا وياك لا ديتيها. وانا مشكل هذا قال لي انا ما بغيت نشرك مع حتى شي واحد. بداو يتجروا راسهم، بداو يتجروا راسهم باش يدخلوني انا في الشبكه. انت وليتي مشنق. انا وليت مشنق واش انا عاد درتي في الخوات بين ندير البغله. ايوا بين ندير البغله نقول لي خرج البغله يلا دير لبرا وانا نخلصك. خرجت البغله برا وانا هما باقيين يتجروا. هما باقيين يتجروا هادو تيقول لهم شرشمه برغازة برغازة زيد. أو مخرجوني لوطير برانا عادي وانا نتنوى بندي البغلة حتى تبنشري انا حتى انا بنديها. وعاد شوية خرج بغلتي لبرا يلا يلا خرجنا هم الرحبة بزاف بعيد والناس تابعيننا الحلقة هذه بنا تابعنا. وانا بين وحشي وانا نشد البغلة بين فرها وهو يضربني عليه دي باق ويرضى. عاد يقول لي بنادم والله الا عبرتوا عليهم هما يسحبونا على عقنا وانا ما عقناش انا كنت غايبين تخلصها يا فما عوج فما ديالها عوج فيها العيب زيد. هما بشحال شارينا؟ شارينا بش 20000 اسمو باعوا لي 140 وين دا ربي رضات الوالدين ما بصحني والله الا ربي رضات الوالدين. هما 140000 كان مشات كان مشات بصحني والله العظيم كون فريتها ما مشيت للفم ديالها باش نفم السنان والله الا كنت مشيت. اجي اجي عبد القادر نعم كون تا خلصتي ومشيتي عاد فريتيها وانت انا غيعوج لي فم اكثر منها غتولي تما غتولي تجري على جهه على جهه هاي كانوا يكاكوني ولا الحرام. أه عبد القادر نعم. كيفاش هذيك اللي قالنا صالح قويله ديال هذوك اللي كيصلي اللي سجد هي قال واحد جوج كيصلوا واحد كان داعي واحد المراه على الملك ديالها زين كان داعي هي على الملك ديالها زين. وهذاك ما يسجدوا هذاك تيقول يا ربي تغفر لي يا ربي دير لي يا ربي تعطيني يا هذا اللي داير هذا الزله اللي ندير للمراه بلادها زين. والاخر حدا صاحبه تو عنده الحال ويقول له اعطي الناس ديالهم لا بيت ربي يغفر لي. هذاك ناضوا تقعدوا سجدوا وقفوا هذاك بقى ساجد في الارض ما بقاش قد يتقعد حشم حشم تبهدل صحيح تبهدل قال لي لا بغيتي ربي يغفر لك عطي المراه ديالها حبر علي. وكيفاش القضيه ديال بحيبح والصباح؟ بحيبح هذا واحد المعلم كان بني مسكين كان بني عنده الخدامه كيخلصوا نهار السبت وراه بحيبح راه بعيد مشيت 3 كيلومتر عطيه خلصوا نهار السبت ويقول لي بحيبح وبكري الله يجازي خير عليك بحيبح وبكري بحيبح وبكري. وكيفاش القضيه ديال الزيت الريط؟ الزيت الريط هذا واحد الخدام خدام عنده وتيسوق البرويطه زيد. وقال لي البرويطه راه خساره. قال لي راه خاسره. قال لي كيفاش؟ قال لي قال لي مالا؟ قال لي كتقول الزيت الريط الزيت الريط. قال لي قال عرفتي ماشي انت اللي ما خدامش الا هاك فلوسك وسير بحال هكا. قال لي كون بغيتي تخدم راه غتقول الزيت الريط الزيت الريط الزيت كون كنتي خدام بالمعقول كون راه طير تقول الزيت الريط الزيت الريط الزيت الريط الزيت الريط الزيت الريط. قول لي يا ابو القادر نعم. كيفاش القضيه ديال هذاك المعصوم اللي مشى للسبيطار الصويره؟ اي مشى للسبيطار مشى عند السبيطار ديال الوالدات زيد الوالدات كملها مسقطو زبلها مسقطو مشى عند الوالدات مشى عند الوالدات عاد توقف عند الفرمليه وقف عند الفرمليه اش قال لها؟ قال لها ديري لي البنج. قالت لي قالت لي علاش؟ قال لها فكيني ومعصوم فوق الهنديه زيد هي قالت لي قامت البنج هذوك اللي بيحطوا الملائكه في عصا ونعطي ندير لك البنج انت ما درناش البنج حتى هذوك العيالات اللي غيولوا الملائكه ما ثلاثه غتحطني هنا حرمه ديال المزيان ريحه الدوار